وافق مجلس النواب على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب الجلسة 41 لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة بجدول أعماله. وخلال الجلسة العامة وافق مجلس النواب على إحالة 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. كما شهدت الجلسة موافقة مجلس النواب على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لعام 1975 بشأن الجنسية المصرية مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها. كما تستهدف هذه التعديلات كذلك إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على عدد من القرارات الجمهورية، منها التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، والتعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وكذلك اتفاق القرض التجاري المقدم من بنكين بكوريا الجنوبية لاستكمال تمويل مشروع توريد 32 قطاراً للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. هذا ورفع المستشار دكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 30 من أبريل الجاري.